السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل زمان وفي كل مكان. اليوم هنتكلم عن أحياء القاهرة القديمة اللي تمتد لأكثر من 1000 عام، ومن أهم هذه الأحياء القديمة هو حي الضرب الأحمر، واللي فيه أكثر من 65 أثر، ومن أهم الشوارع بتاعته شارع المغربلين نسبة لحرفة غربلة الحبوب، شارع الضرب الأحمر وشارع أحمد ماهر اللي بنسميه تحت الربع، وشارع بابزويلة، شارع الجنبكية اللي هو السروجية وكان بتجهز فيه الخيول اللي هو السروج بتاع الخيول، شارع عصبة رضوان والخيامية وتصنع فيه الخيام للسراتيم، شارع سوق السلاح وانشأ من قبل 700 سنة لوجود العديد من ورش صناعة السلاح، شارع معز الدين الفاطمي اللي هو بنسميه العقادين، شارع القلعة لمحمد علي وشارع بورسعيد واللي هو الخليج المصري. في مساجد كتيرة كذلك في حي الضرب الأحمر مثل مسجد صالح طلائع وسيدي محمد الذهبي والأمير جاني بيك وقرطبة الذهبي وعارف باشا وهكذا، مسجد قوسون، مسجد الأمير حسين، مسجد مهمندار، مسجد أقصنقر، مسجد أسبغة، ومسجد أسلم السلحدار، ومسجد الأمير الماسي الحاجب إلى آخره إلى آخره. في مساجد كثيرة جدا أيضا في حي الضرب الأحمر، في زوايا كثيرة أيضا، وفي أسبلة اللي هو لشرب المياه زي سبيل قايتباي، في حمامات حمام الأمير بشتك، وفي حمام السلطان المؤيد، وفي مدارس أيضا إسلامية موجودة. ده حي واحد فقط من أحياء القاهرة اللي عمره أكثر من 1000 سنة. في أحياء أخرى في القاهرة أيضا قديمة جدا جدا، اللي احنا بنتكلم عن مدينة هي أقدم من دول كثيرة جدا في العالم الآن، زي حي بولاء أو بولاء أبو العلا، واشتهر هذا الحي في عصر اللي هو الحملة الفرنسية اللي سقطت مصر سنة 1798 لما فعله أهلها من مقاومة الحملة الفرنسية، ولكنه كان قائم قبل كده، يعني اشتهر أيام الحملة الفرنسية لأنه قائم كإحدى أحياء القاهرة، قد يكون هذا في أواخر القرن الخمستاشر أو الستاشر، ويقال عليه حي بولاء أبو العلا نسبة لمقام الإمام سيدنا العارف بالله الشيخ الصالح حسين أبي العلا المكنى أبي علي المكنى أبو العلا. أنشئ هذا المسجد بتاع الإمام أبو العلا في 1486 ويعتبر الحي من هذا الوقت. بعد كده في حي الزمالك، ده أنشئ في عام 1830 لما بنى محمد علي باشا قصر له هناك في هذه المنطقة في الجزيرة اللي بين نهر النيل هناك، وحط عمل بنى عشش كثيرة داخل عشش خرمية خشبية كثيرة هناك للحشية بتاعته، كانت العشة بالألبان اسمها زمالك فسمي حي الزمالك. ده أنشئ عام 1830. حي الحلمية الجديدة واللي أنا كنت عايش فيه هو نسبة للخديوي عباس حلمي، وكانت الحلمية الجديدة أهم وأجمل أحياء الضرب الأحمر، كان امتداد لحي الضرب الأحمر اللي اتكلمنا عنه من قبل، وكان حي أرستقراطي مليء بالقصور المعروفة بأثرها ونقوشها، وأنشئ في عام 1850 لما جه الخديوي عباس حلمي وحب كلف اللي هو علي باشا مبارك بقيام تصميم حي الحلمية والسرايات اللي كانت فيه. حي السيدة زينب أيضا منذ القاهرة الفاطمية ومنذ أن أتت السيدة زينب إلى القاهرة رضي الله عنها، وتحول المقام بتاعها إلى مسجد هناك. حي العجوزة وأنشئته نازلي هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي اللي كان مؤسس الجيش المصري في عصر محمد علي، وكان لزوجها 30 فدان في منطقة العجوزة، وكان يعتزم بناء مسجد بجوار كوبري الجلاء لكنه مات قبل أن يبنيه، وقامت الأرملة نازلي هانم ببنائه، وكان عمرها تجاوز 90 سنة، فلذلك لما بنته المرأة العجوزة سمي الحي لما بنت المسجد المرأة العجوزة سمي الحي حي العجوزة، ويقال إن هذا الحي أنشئ عام 1915-1920. حي جاردن سيتي أنا اتكلمت عنه في محاضرات أخرى، بناه السلطان بدأ هذا الحي بنية السلطان الناصر بن محمد بن قلوان في 1309-1341، وكان عبارة عن هذا الحي كان فيه معرض للحسنة وللزهور إلى آخره، وزرع فيه الأشجار كثيرة، وكان بتقوم فيه عروض الخيول في هذا الوقت، ثم بدأ بناء القصور في عصر الخديوي إسماعيل بعد عودته إلى مصر عام 1863، وكان عايز يخلي القاهرة تبقى هي باريس الشرق.
ده بنتكلم عن بعض الاحياء القديمه في القاهره اللي كان ليها ثقافه غير عاديه، وانا تاثرت بيها جدا لان انا عشت في حيين من هؤلاء الاحياء اللي هم حي الضرب الاحمر الذي ولدت فيه، وحي الحلميه الجديده اللي انا نشات فيه كطفل في هذا الوقت في الخمسينات من العام الماضي. ده بس لكي نطوف بكم تطوافة داخل عمق تاريخ القاهرة، القاهرة الفاطمية، القاهرة العباسية، القاهرة الأيوبية، القاهرة الخديوية إلى آخره إلى آخره، لكي نقول من يدعو أن مصر ليس لها حضارة ولا تاريخ وهم بلدهم لم تتعدى 100 عام أو 50 عام أو 70 عام أو 80 عام. جزاكم الله خير، وأتمنى أنكم تسعدوا بهذا الفيديو، وإن أعجبكم الفيديو فشاركوه مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله.